بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتتح اليوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021 أعمال الجلسة العادية 15 دورة الانعقاد السنوي العادي الثالث الفصل التشريعي الخامس، والمعتذرون عن هذه الجلسة سعادة النائب عمار عباس، ظرف صحي. لدينا مضبطة الجلسة السابقة 14، إن كانت لديكم أي ملاحظات على المضبطة. إذن نعتبر المضبطة معتمدة من قبلكم، تفضل سعادة الأمين العام. البند الثالث، الرسائل الواردة من مجلس الشورى. اختار المجلس بالرسائل الواردة من معالي رئيس مجلس الشورى الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون مساق بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بتعديل المادة 327 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 سنة 1971 التي يحيلت مع المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية. البند الرابع، الأسئلة. للعلم دون مناقشة، الخطاب الوارد من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والمرفق به إجابة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر على السؤال المقدم من سعادة النائب إبراهيم خالد النفيعي بشأن الاستفهام عن المشاكل التقنية التي واجهت الموظفين والمواطنين خلال فترة العمل عن بعد والتعليم عن بعد. ثانيا، رد سعادة وزير شؤون الإعلام على السؤال المقدم من معالي النائب فوزية بنت عبد الله زين رئيس مجلس النواب بشأن القنوات المرخصة لها بإعادة البث في مملكة البحرين. شكرا. نعم، شكرا جزيلا، والشكر موصول لسعادة وزير الإعلام، شكرا جزيلا على الرد، وأكتفي بالرد الكتابي الذي تلقيته. تفضل سعادة الأمين العام. رد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على السؤال مقدم من سعادة النائب محمود مكي البحراني بشأن تصاريح العمل المرينة السارية. وشكرا. سعادة النائب محمود مكي البحراني تفضل. معالي الرئيس، أنا تقدمت بسؤال برلماني إلى سعادة وزير العمل عن تراخيص العمل المرن السارية حاليا. للأسف الإجابة لم تكن مكتملة، في بعض المعلومات نوعا ما محجوبة عني، وهي مهمة لم يتم توفيرها، كانت بحجة أن يصعب رفاقها في الرد. أنا أستغرب، ما أعرف شنو الصعوبة في هذه المعلومات، هي جزئية بسيطة كلش. يعني كنت أتكلم على سبيل المثال ما هي التصاريح اللي منحت ولا زالت سارية في يناير 2017 فبراير 2017 على غرار أن هذا البرنامج لا زال مستمر. الغرض من طلبي معالي الرئيسة لهذه المعلومات هو لقياس التطور وحجم النمو في أعداد الأعمال المرنة قبل كورونا وبعدها، وشلون يعني أقدر أقيس الإقبال على هذا البرنامج من عدمه. معالي الرئيسة، أنا سألت أيضاً إن كانت هيئة تنظيم سوق العمل اللي سعادة الوزير يرأس مجلس إدارتها، هل منحت تصاريح لعمل مرن لعمال أصبحوا غير قانونيين بعد إطلاق المشروع؟ جاء في رد سعادة الوزير تأكيد أنهم منحوا ناس صاروا مخالفين بعد إطلاق المشروع في 2016، يعني حتى المخالفين في 2017-2018 إلى اليوم يحصلون هاي الفيزا المرنة. على هذا الخيار يا معالي الرئيس أو هذا الرد يعتبر مخالفة صريحة إلى تعهدات هيئة سوق العمل. في مؤتمر صحفي الرئيس التنفيذي السابق أسامة العبسي تعهد في أكتوبر على ما أعتقد 2016 أن يمنح التصريح للعمالة اللي تصاريحها ملغاة أو غير مجدد لمعالجة قضية العمالة السائبة قبل تاريخ سبتمبر 2016. اليوم في إجابة الوزير يبين أنهم منحوا تصاريح للمخالفين حديثا. سعادة الوزير ما أعطاني معلومات، اكتفى بإعطائي إجمالي على التصاريح منذ إطلاق المشروع. أنا طلق إلى بعض المصادر الرسمية أساس أكمل الجزئية المفقودة من سؤالي. مفاد الجزئية هذه أن هيئة تنظيم سوق العمل منحت 14200 عامل ما كانوا أساساً مخالفين قبل تشييد المشروع، أي ما يشكل 58% من حاملين التصريح، يعني 58%
من العدد الموجود عندي الأساسي ما كانوا مستهدفين عند إطلاق المشروع أو البرنامج، كانوا خارج الخطة المعلنة والتعهدات المعطاة. معالي الرئيس إذا قلنا بنعطي المخالفين قدامه قبل 2016 تصاريح مرنة في ظاهرة على أساس نعالج ظاهرة الأعمال السائبة، يمكن يكون مقبول إلي مبررات ذكرت في تدشين المشروع في 2017 أو في 2016، ولكن إعطاء من خالفوا بعد إطلاق هذا المشروع يعتبر تشجيع لمزيد من المخالفات. يعني ببساطة صاحب العمل يقدر يتنصل من أي مسؤولية وما يجدد التصريح ولا يسفر عماله ويحولهم من الأعمال المرنة، ما حد يقدر يحاسبه، حتى يقدر انه يساوم العامل، ادفع لي مبلغ وما بجدد لك وروح حول فيزا مرنة. المقاول يقدر يوظف 50 60 موظف من الأعمال المرنة وما يلتزم لا ببحرنة ولا أي رسوم ولا أي مصاريف أو أي التزامات بينه وبين وزارة العمل. شكرا جزيلا سعادة النائب محمود البحراني سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، تفضل. وأشكر أخي سعادة النائب محمود البحراني على استفاضته في دراسة الموضوع وفي جوانب عديدة تم ذكرها الآن، وهي يعني كثير منها تفصيلية لم ألحظها أنا في الإجابة أو السؤال المكتوب حقيقة، ولكنها كلها أسئلة يعني لها قيمتها. الحقيقة المرن سبق أن سناقشناه عدة مرات في جلسات الأخوة النواب، وتم إدخال كثير من الضوابط وكثير من التحسينات وتفادي بعض الأخطاء اللي حصلت في التطبيق العملي. هو أول ما شرع لمعالجة أوضاع وتشوهات في سوق العمل، إن في عمال أو أصحاب عمل لا يجددون تراخيص العمل أو لا يقومون بتسفير العمالة بترحيل العمالة التي تنتهي تصاريح عملها، أو لا يرحلون العمالة بعد إلغاء سجلاتهم والقيد التجاري، فأصبح في السوق تشوهات معينة حاولت الجهات المختصة معالجتها بكافة الطرق، وهذه يعني محاولة بعد دراسات طويلة. القصد ما كان أبداً مكافأة عامل مخالف للأنظمة لكي يحصل على رخصة العمل المرن وينافس صاحب العمل أو ينافس العامل. الأخ سعادة النائب يمكن تداخلت عند الأرقام مثل ما تداخلت عندي أنا شخصياً، يعني هناك أرقام تتعلق بتصحيح العمالة غير النظامية، أرقامها تشمل مرن وغير مرن. أرقامها كانت فعلاً كانت 82,000 في 2018، انخفضت إلى 45,000 كعمالة غير نظامية ليس لها علاقة مباشرة بمرن أو تصحيح أي عامل آخر. هناك حوالي 53,000 عامل تم تصحيحهم في فترة من 1/4 هذا العام إلى نوفمبر في فترة التصحيح. هناك 5,155 عامل غير نظامي غادروا اليوم، وهذا الشيء غير مكتوب في الإجابة، أصبحوا 39,000. سبب الانخفاض المتدرج اللي حاصل الآن هو مجموعة الضوابط اللي أقرتها الحكومة للاستفادة من ترخيص العمل المرن. كلكم تعرفونها الحقيقة، 7 ضوابط أساسية تم إدخالها بعد التقييم وبعد ما درست الحكومة ملاحظات مجلس النواب نفسه، وما أثير من ملاحظات حول العامل المرن. الآن ذكر سعادة النائب عن الخلط بين السجل، نعم حصلت أن هناك 39 شخص
حصل على سجل تجاري، والآن إحنا في فترة تصحيح وإلزامه بتصحيح وضعه، لأن اليوم القرار الأخير اللي صدر من مجلس الوزراء وضع ضوابط حاسمة لعدم حصول أي واحد عنده ترخيص عمل مرن بممارسة التجارة ومنافسة أصحاب الأعمال. تفضل سعادة الأمين العام، السؤال الذي يلي. شكراً معالي الرئيسة. رد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على السؤال مقدم من سعادة النائب عبد النبي سلمان أحمد بشأن مشاريع البحرنة وأعداد الوظائف الفعلية التي تحصل عليها البحرينيون. شكراً. شكراً جزيلاً. سعادة النائب الأول عبد النبي سلمان تفضل. شكراً معالي الرئيس، صباح الخير جميعاً. أرحب في سعادة الوزير في هذا الاجتماع، وصراحة أريد أن أؤكد على أن تعاون الوزارة معنا هو تعاون مشهود، وللأمانة يعني سعادة الوزير يحاول مع طاقم الوزارة بأن يعملوا قدر ما استطاعوا لإنجاز بعض المهمات المتعلقة بالبحرنة. لكن كما ذكرت أنا في مداخلة سابقة مع سعادة الوزير حول سؤال سابق أيضاً، أن أنا لا أحمل سعادة الوزير كل هذا التخبط الحاصل في سوق العمل. هناك نهج اقتصادي فرض حالة معينة يجب تصحيحها على وجه السرعة. احنا اليوم امام مشكلة كبيرة في سوق العمل البحريني. الاخ محمود تكلم شوي عن سوق العمل، واحنا تكلمنا كمجلس النواب عن سوق العمل، لكن انا اريد ان اركز على الان ان هناك في عرض بصري ايضا ارجو ان يعرض. هناك يعني رد الوزير صراحة في بعض الامور يجب مناقشتها وبوساعة صدر، يعني لأن سعادة الوزير أنا أكون له كل الاحترام، خاصة أن الوزير يعني بتوجيهاته ساعد كثيرا في حل كثير من المشاكل. وأريد أن أؤكد في هذا المجال أيضا أنا الوكيل المساعد للعمل في وزارة العمل الأستاذ أحمد الحاكي من أكبر متعاونين معنا في هذا الجانب، وهذا حق يجب أن يقال، لكن يجب أن يتسع صدر الوزير إلى ما نقوله صراحة، لأن المعلومات التي أجاب عنها الوزير لا تكفي لحل مشكلة بحجم مشكلة البطالة. مشكلة البطالة اليوم معالي الرئيس مشكلة مؤرقة لكل بحريني، لكل بحريني يخاف على هذا البلد. أنا أعتقد أن الوزير يجب يكون أول من يخاف معنا على هذا البلد وعلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلد والمعيشي للناس. في رد سعادة الوزير معالي الرئيس وتحت أهم أول نقطة، يقول تحت أهم عنوان أهم المبادرات المعززة لأفضلية البحريني للتوظيف خلال 2019-2020، يقول سعادة الوزير أن هناك النظام الموازي ونظام العمل المرن، يعني هاي النظامين عززوا أفضلية البحريني في السوق، وهذا يتناقض كلية مع ما ذهبنا إليه وما نذهب إليه وما نتكلم عنه الآن. كيف يكون العامل المرن هو يعزز أفضلية البحريني، وكيف يكون النظام الموازي يعزز أفضلية البحرين؟ نظام موازي معالي الرئيس ببساطة، اللي ما يفهم معالي الرئيس لنظام موازي هذه المسميات الكبيرة، هو أن التاجر البحريني إذا لم يستطع أن يتحصل على العامل الأجنبي لأنه ليس يعني لن يؤدي مسألة نسبة البحرنة، فباستطاعته أن يدفع أموال أكثر ليحصل على ما يريد من عمالة وافدة، وبالتالي هذا عامل هادم لسوق العمل وليس عامل إيجابي ويعزز أفضلية البحريني. سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية تفضل. اسمح لي معالي الرئيس أن أيضا أشكر الأخ عبد النبي سلمان، بدأ بشكر وتقدير الوزارة ثم ذكر كثير من العيوب والانتقادات المعتادة بالنسبة إلى يعني السياسة والإجراءات اللي تطبق من سواء الوزارة أو هيئة تنظيم سوق العمل أو تمكين. المشكلة البطالة ليست مشكلة سعادة النائب عبد النبي سلمان، المشكلة هي في قمة أولويات الحكومة، والإجراءات اللي ذكرناها في الإجابة هي ليست يعني لا يتسع الوقت إلى تفصيل كثير من الإجابات حتى يدمغها هو بالفشل التام. صحيح يعني الانتقادات والمناقشات مفيدة في معرفة بعض أوجه الخلل والبحث عن التطوير، يعني لما ذكر عن الموازي والمرن
وصورني بأن أنا أقول أنها يعني هي ضد البحرنة، ولكننا أنا أدافع عنها وأن هي ضد الأفضلية البحريني. أنا الآن واضح أمام كل من يقرأ الرد، الآن إحنا مو بصدد الدفاع عن الموازي والمرن، هي ضمن المشروع الوطني للتوظيف اللي أطلق قبل سنتين في عدة مبادرات جديدة. الموازي والمرن مكتوب في هذه المبادرة هو زيادة رسوم الموازي والمرن وفق رؤية حكومية واضحة بمعادلة الكلفة، إنك أنت تدعم البحرينيين وتعطيهم إعانات أو تعطيهم دعم للأجور يصل إلى 70% من الرواتب، بالمقابل تزيد وترفع الموازي، قيمة رسوم الموازي رفعناه من 200 إلى 5، زدناها 500 دينار إضافية، وزدنا المرن من 200 إلى 500 مع 30 دينار شهرياً تبلغ في السنتين 1400 دينار وفق معادلة تسمى جعل الكلفة تميل لمصلحة البحرينيين. يعني أي صاحب عمل يحسب الكلفة بالتفصيل يجد أن الدعم اللي يحصل عليه البحريني والتأهيل اللي يحصل عليه البحريني والكلفة المتزايدة اللي تصب في خانة الموازي أو المرن أو غيره تعني أنه حتى اقتصادياً من الأنسب لتوظيف البحريني طالما هو مؤهل وجيد. تفضل سعادة النائب أحمد الأنصاري. إن منطقة البحيرة العريقة من أكثر الأحياء اكتظاظاً بالسكان في الرفاع بسبب كونها منطقة إسكانية، والمنزل الواحد تحول بسبب عدم توزيع المشاريع الإسكانية على أبنائها إلى منزل مركب، أي كل منزل تحول إلى 4 أو 5 منازل بسبب عيش معظم الأبناء بعد زواجهم في منزل العائلة، فأصبحت الشوارع ضيقة والمدارس متكدسة بالأطفال والشباب والشابات حفظهم الله، علماً بأنه لا توجد لا حديقة ولا ملعب لكل هؤلاء الأطفال والشباب. وقد كان أملنا ورجاءنا في إنشاء مركز شبابي يحتضن هذه الطاقات بدلاً من أن تحتضنهم الشوارع. وعلى ضوء ذلك طلبنا من مجلس النواب التدخل لإيجاد حل المشكلة، وفعلاً تقدم النواب بتاريخ 1 أكتوبر 2012 بطلب مقترح إنشاء مركز شباب البحير حسب قرار المجلس، وتم رفع الطلب إلى الحكومة الرشيدة والتي وافقت مشكورة على الطلب، وصدر عن ذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتاريخ، وأكرر بتاريخ، 26 نوفمبر 2013 بالموافقة على الطلب والطلب من المؤسسة العامة للشباب والرياضة آنذاك بمتابعة إنجاز المشروع، وجاء ذلك في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب آنذاك الشيخ خليفة بن أحمد الظهراني حفظه الله، يقول فيها هذه الرسالة التي جاءت من مكتب سمو رئيس الوزراء، يقول فيها: فإن الحكومة ممثلة في المؤسسة العامة للشباب والرياضة تحرص على تقديم كل الدعم والمساعدة والرعاية لكافة المراكز الشبابية، وذلك لما تقدم هذه المراكز من خدمات عامة لأهالي وشباب المنطقة الكائنة بها بما يعود عليهم بالنفع والفائدة. ومن هذه المراكز
مركز شباب البحير القائم الذي يعد من المراكز الفعالة والمميزة على مستوى الأنشطة الشبابية بالمملكة. وتعمل المؤسسة العامة للشباب والرياضة حالياً أي في 2013 على إنشاء مراكز شبابية نموذجية بمختلف محافظات المنطقة، ومنها مركز شباب نموذجي بالمحافظة الوسطى آنذاك الجنوبية حالياً بمنطقة البحير، حيث تم بالفعل عمل المخططات هاي في 2013 تم عمل المخططات والتصاميم الهندسية اللازمة له، وتم إدراجها ضمن برامج المشاريع المستقبلية للمؤسسة المذكورة أعلى، والتي سيتم تنفيذها وفقا للميزانية المعتمدة. نعم سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة، تفضل. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، أولا من واجبي أن أشكر سعادة النائب على سؤاله وعلى متابعته بالنسبة لموضوع مركز البحير. أولا بس نقاط أساسية حبيت أوضحها حتى نكون على نفس الصفحة. النقطة الأولى أن من 2012 كان في موافقة بالنسبة لمركز شباب البحير، هذا صحيح، وساعدتنا قدم المستندات أو المخاطبات. الشيء الثاني أن بالنسبة للميزانية، خاصة الميزانية، أين ذهبت الميزانية كان سؤال سعادة النائب. طبعا مثل ما يعلمون الإخوان في المجلس أن الميزانية في الحكومة تعد ومن ثم تعتمد من قبل مجلسكم المبارك، ويكون على كل وزارة وكل مؤسسة وكل إدارة استخدام هذه الموازنة بما فيهم ميزانية المشاريع. ففي سنة 2012 وفي سنة 2013 وغيرها من السنوات، ميزانية المشاريع أي الميزانية التي تستخدم للبناء كانت ميزانيات ضخمة. فأين ذهبت هذه الأموال؟ أو إذا السؤال أن هل تم استخدامها، فيتبين من دراستنا لهذه الميزانية أن جزء من الميزانية الكاملة يتم رصدها ويتم تحديدها لمراكز عديدة ولمشاريع عديدة، ومن ثم يتم إعادة توزيعها بسنة إلى سنة. ليش ما تم إعطاء هذا المركز بالتحديد الأولوية؟ وقد تكون الأولوية اللي كانت مستحقة في 2012، أنا ما أنكر هذا الكلام أبداً، بالعكس هذا مثل ما تفضل سعادة النائب، هذا الأخواننا وعيالنا، يعني هم مسؤولية في إرقابنا، وما في شك بهذه الكلام، إرقابنا كلنا. بس بالنسبة ليش ما تم إعطاء هذا المركز بالتحديد الأولوية في 2012 و2013؟ للأمانة ما عندي جواب، لأن المضبطة اللي موجودة بالوزارة ما تبين أسباب القرارات لكن تبين القرارات. أما بالنسبة لليوم، واقع الحال متدرج بعدة نقاط. واقع الحال، النقطة الأولى أن احنا عندنا توجيه بالنسبة لبرنامج الحكومة اللي هو تحويل الوزارة وتحويل الوزارات كلها والإدارات من مشغل إلى منظم. حبيت بس أنا أركز على نقطة واحدة، المراكز الشبابية النموذجية. المراكز الشبابية النموذجية هم مشغلين يتم تشغيلهم من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة. أعطيكم رقمين حتى الواحد يكون واعي في طرحه. الرقم الأول، تكلفة بناء المركز النموذجي يكون في حول 2.5 مليون إلى 3 مليون دينار. هذه النقطة الأولى. النقطة اللي بعدها، إدارة هذول المراكز يكون الصرف عليها في حول 60 ألف دينار إلى 100 دينار للمركز الواحد في السنة، وهذه تدار من قبل موظفين ديوان الخدمة اللي مسجلين عندنا إحنا في وزارة شؤون الشباب والرياضة.
سعادة الأمين العام، السؤال الذي يلي. رد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة على السؤال المقدم من سعادة النائب أحمد يوسف الدمستاني بشأن الاستفسار عن خطط ومشاريع الوزارة المزمع إنشاؤها في الدائرة السابعة في المحافظة الشمالية وعدد المشاريع المنجزة وغير المنجزة منها، وشكرا. نعم، شكرا جزيلا. سعادة النائب أحمد الدمستاني تفضل. أشكر سعادة الوزير طبعا على حضوره اليوم، وأتمنى أن يكون في أتم الاستعداد على تلبية ما نقله العام الماضي. طبعا هي زيارة سعادة الوزير إلى مركز الشباب، وكما تعهد في الكلمة الأولانية سعادة الوزير، طبعا أنا سعادة الوزير أخ أنت عزيز على قلوبنا، وأنت شباب طموح، ونتمنى إن شاء الله الوزارة هذه تتطور على إيدك يا سعادة الوزير. معالي الرئيس، سعادة الوزير عندما قام بالزيارة إلى مركز شباب دمستان طبعا في 6 مايو 2019 تعهد بصيانة الملعب والنواقص الموجودة اللي تعتاسها الشباب. مثل ما شفتون هذا الفيديو، طبعا مركز شباب دمستان هو من أسس هذا البناء وليست الوزارة. كانت الوزارة بمكرمة ملكية من جلالة الملك الله يحفظه قال بناء مركز شباب دمستان، ويعرف سعادة الوزير شنه كان ردي إليه وشنو بلغته، أن المبنى اللي أقيم غير المبنى اللي أنا وقعت عليه في أرض دمستان، فلذلك لن أستلم هذا المركز. بعد عناء لمدة 4 أسست هذا المركز اللي أنتم تشوفونه الآن، في قاعات وفي صالات وفي مكاتب إدارية وما شابه. بالنسبة إلى المركز الشباب بمال دمستان، أنجزنا فيه ما يمكن إنجازه من عدة قنوات. إحنا مستثمرين للشباب، إحنا مستثمرين إلى هذا المركز، وعدني بالأرض المقابلة للمركز. إذا ممكن الأخوان يوقفون في الآي تي الصور الفيديو كفاية على أساس أواصل وياكم اللقطات اللي بعدها. طبعاً ما أبغى هذه اللقطة هي بجي فيها بتكلم فيها بعدين، لهذه منطقة هوري. منطقة دمستان عندنا أرضين استثمارية، أرض استثمارية راح نتكلم عنها يا سعادة الوزير، واللي وعدتني فيها أنا ذاك في نفس الجلسة اللي قبل شوي ذكرت فيها استثمار. الأرض لا زالت مهجورة وفيها المخلفات تزداد يوم بعد يوم، وعلينا احنا كل يوم ننظف مخلفاتها. سعادة الوزير جلالة الملك وجه كلمة سامية لدعم الشباب، وتوعدت لك أنا بأن هذا المركز إن شاء الله إذا تكاتفت وياي وحطيت إيدك بيدي التكلفة ما راح توصل 35، وعطيتك التسعيرة ووعدتني وقلت لي كلمت سعادة وزير المالية وإن شاء الله أموركم طيبة. سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة تفضل. بالنسبة لمركز دمستان، صحيح أن المبلغ اللي تم رصده أو تم اقتراحه من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة كان، أو المهندسين الماليين والشركات الاستشارية المالية، كان في حول 30,000. هذا صحيح، أنا أذكره وتكلمنا عن هذا الموضوع في السيارة، وتكلمنا بعدها عن طريق الهاتف. وصحيح أيضا أن عن طريق تواصل سعادة النائب مع شركات مقاولات وعن طريق العلاقات وغيره جزاه الله خير، كان بإمكانه أن يحصل على تسعيرة أفضل من التسعيرة اللي تم الحصول عليها من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة عن طريق الإجراءات المعنية بالشفافية والمصداقية. طبعاً مثل ما الكل يدري أن كل شيء اللي احنا نسويه يكون عن طريق مجلس المناقصات حسب إجراءات محددة، وجايز، وإحنا نشوف هذه كثير، جايز أن بعض المقاولين الصغار خاصة في اللي متخصصين في مناطق محددة، جايز أنهم يا أما غير واعيين أو ما يلتفتون للمناقصات في مجلس المناقصات. ولهذا السبب متابعة سعادة النائب وحرصه وروحته لهم والضغط عليهم بحكم خوفه وحرصه على المنطقة وصلنا إلى مبلغ وهو 16,000 دينار التسعيرة اللي تم إرسال نسخة منها إلي. حرام عاد أنا يتخيل لي إن نقول إن إحنا ما سوينا شيء في وزارة شؤون الشباب والرياضة، لأن اللي سويناه هو الآتي. أول شيء، ما رضينا إحنا إن يكون في فرق شاسع بين التسعيرة اللي كان بإمكان سعادة النائب إنه يحصلها
والتسعيرة اللي وزارة شؤون الشباب والرياضة حصلتها، جائز إن هي حصلتها قبل 2018، بس مع ذلك أيا كان ما لا يعقل إنه يكون الفرق بهذا الكم. لهذا السبب رفعنا طلب إلى مجلس الوزراء لتحويل اختصاص إنشاء المشاريع في وزارة شؤون الشباب والرياضة إلى وزارة الأشغال، ووزارة الأشغال هي المعنية نيابة عن الحكومة ببناء مشاريع الحكومة. هم أصحاب الاختصاص وهم عارفين السوق وهم عارفين وهم يحتكون مع السوق بشكل يومي. تفضل سعادة الأخ مدير إدارة الشؤون اللجان والجلسات. شكرا معالي الرئيسة. البند الخامس، المشاريع بقانون. أولا، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم 59 لسنة 2018 ميلادي. شكرا معالي الرئيس. نعم، شكرا جزيلا. سعادة النائب أحمد الدمستاني مقرر اللجنة، تفضل. شكرا معالي الرئيس، أرجو تثبيت التقرير بمضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة، تفضل. يتناول مشروع القانون تنظيم ومراقبة التجارة في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعة الحيوانات والنباتات الفطرية، فضلا عن الديباجة من 32 مادة، إضافة إلى 3 ملاحق تتضمن بدورها جداول بأنواع الحيوانات أو النباتات التي تخضع التجارة فيها لأحكام هذا المشروع. وقد انتهى مجلس الشورى الموقر إلى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون والتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر بشأن مسمى مشروع القانون وعدد 20 مادة من مواده، وانحصر الخلاف بين المجلسين الموقرين في التالي: الديباجة واثنتا عشر مادة هي 3, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 22, 27, 32. نعم، شكرا جزيلا. إذا سينحصر النقاش ما بين الديباجة والمواد المختلف عليها، 12 مادة. إذا يبدو بأنه ليس هناك من أي ملاحظات على الديباجة والمواد، فتفضل مقرر اللجنة بتوصية اللجنة. الموافق على قرار مجلس الشورى الموقر. هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن الديباجة والموافقة على الديباجة كما وردت بقرار مجلس الشورى الموقر؟ أغلبية موافقة، تفضل. المواد الموافقة على قرار مجلس الشورى الموقر. هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن المادة 3 كما وردت بقرار مجلس الشورى؟ أغلبية موافقة، تفضل. مقرر اللجنة الموافق على قرار مجلس الشورى الموقر مادة 7. نعم، الموافقون على توصية اللجنة بشأن المادة 7. أغلبية موافقة، تفضل. مادة 8. موافق على قرار مجلس الشورى الموقر مادة 8. هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن المادة 8 كما ورد في قرار مجلس الشورى؟ أغلبية موافقة، تفضل. الموافقة على قرار مجلس الشورى الموقر مادة 9. الموافقون على توصية اللجنة بشأن المادة 9. أغلبية موافقة، تفضل. الموافقة على قرار مجلس الشورى الموقر مادة 10. الموافقون على توصية اللجنة؟
أغلبية موافقة، تفضل. الموافقة على قرار مجلس الشورى الموقر مادة 14. الموافقون على توصية اللجنة بشأن المادة 14. أغلبية موافقة، تفضل. الموافقة على قرار مجلس الشورى الموقر مادة 17. الموافقون على توصية اللجنة بشأن المادة 17 كما ورد بقرار مجلس الشورى. أغلبية موافقة، تفضل. الموافقة على قرار مجلس الشورى الموقر المادة 19. الموافقون على توصية اللجنة بشأن المادة 19. أغلبية موافقة، تفضل. الموافق على قرار مجلس الشورى الموقر مادة 20. الموافقون على توصية اللجنة بشأن المادة 20. أغلبية موافقة، تفضل. موافقة على قرار مجلس الشورى الموقر مادة 22. الموافقون على توصية اللجنة بشأن المادة 22. أغلبية موافقة، تفضل. الموافقة على قرار مجلس الشورى الموقر مادة 27. الموافقون على توصية اللجنة بشأن المادة 27. أغلبية موافقة، تفضل. الموافقة على قرار مجلس الشورى الموقر مادة 32. الموافقون على توصية اللجنة بشأن المادة 32 كما ورد بقرار مجلس الشورى الموقر. أغلبية موافقة، وبذلك يتم رفع هذا المشروع بقانون إلى الحكومة الموقرة لإصداره. تفضل سعادة الأمين العام، شكراً. مقرر اللجنة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بإضافة مادة جديدة برقم 21 مكررة إلى قانون الخدمة المدنية الصادر المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 المقدم من صاحبي السعادة النائبين باسم سلمان المالكي وعبد الله خليفة الذوادي، وشكرا. شكرا جزيلا. مقرر اللجنة سعادة النائب الدكتور هشام العشيري، تفضل. أرجو تثبيت تقرير اللجنة في مضبوط الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبوط الجلسة. أغلبية موافقة، تفضل. مقرر اللجنة. صاحبة المعالي رئيسة المجلس، أصحاب السعادة، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المعروضة اليوم على مجلسكم الموقر هو تقرير بشأن الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بإضافة مادة جديدة برقم 21 مكررا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010. معالي الرئيسة، هذا باختصار القانون المقترح بقانون يهدف إلى أن موظفين القطاع العام الذين يعملون في الحكومة يكون لهم حق إصدار وامتلاك السجلات التجارية. ما هو الآن ساري أن الموظف القطاع العام غير مسموح له بامتلاك أو إصدار سجل تجاري، فقط الذين لا يعملون هم الذين لهم الحق. هذا القانون يعطي الحق إلى موظفي القطاع العام للحصول وامتلاك سجل تجاري لتعديل وضعه الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة. شكرا. نعم، شكرا جزيلا. ولدي قائمة من طالبي المداخلة، سعادة النائب باسم المالكي، تفضل. معالي الرئيس، المواطن البحريني يلجأ إلى العمل الإضافي نتيجة إلى التزامات المالية الكبيرة التي عليه، ولذلك اضطر إلى البحث عن العمل الإضافي والممارسة التجارة من خلال أي نشاط تجاري. هذا المقترح بقانون يأتي لمساعدة البحرينيين في حياتهم المعيشية والتسهيل عليهم الإيجاد مصادر رزق إضافية. والعديد من المواطنين يقوم بفتح سجلات تجارية باسم أحد أقربائه، معالي الرئيس، مثل الزوجة والأخت والابن والبنات، نتيجة عدم السماح له بفتح سجل خاص باسمه وهو موظف بالقطاع العام حتى الخاص، ويمارس عمله في مختلف الدوائر الدولة بكل التزام
وانضباط، ولذلك فإن هذا المقترح سيساهم في الدفاع بالعمل التجاري في البحرين. معالي الرئيس، نستغرب رد قفة التجارة السلبي دائما والرفض لكل ما للمواطن، والقفة التجارة للأسف دائما ردودها سلبية، والمواطن البحريني لم يكن لها أي دور في خدمة المواطن إلا من رحم الله. معالي الرئيس، بقيادة ديوان الخدمة المدنية والتي يتشرف عليها سعادة الوالد بفضل، البحرينيين في القطاع الخاص يشهد لهم بالانضباط، وانضبط الديوان الخدمة المدنية تفي بالمراقبة لمعرفة انضباط الموظف العام وعدم تأثير عمل خاص على العمل الرسمي وساعات العمل المطلوبة. معالي الرئيس، أكثر من 27% من السجلات التجارية نسائية، ولكن هل هي في الواقع كذلك أم إن هي بالاسم فقط؟ ندعو الأخوة النواب إلى الموافقة على هذا المقترح. معالي الرئيس، القرفة التجارة قدمت توصيات للبحرنة بأن يكون تخفيض رسوم الخدمات بنسبة لا تقل عن 50% من الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتجاوز فيها توظيف البحرين 8%. أنا قدمت هذا المقترح على التوصيات اللي قدمتها حق اللجنة البحرنة. سعادة النائب عيسى القاضي، تفضل. شكراً معالي الرئيس. طبعاً من واجبنا في الواقع أن نقوم بدعم المواطن في جميع المجالات، والجانب الاقتصادي من الأساسيات التي تدعم معيشة المواطن البحريني، ومسألة وجود دخل إضافي للمواطن مسألة هامة جداً، ويجب أن تكون الخيارات متاحة أمامه كي يستطيع أن يزيد دخله وتمكينه من تأمين عائلته، تأمين عائلته ومصروفاتهم في ظل قلاء المعيشة على المستوى المحلي والعالمي، وفي الوقت الذي نرى فيه الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي في ركود وتدني مستمر بسبب الظروف الحالية، ومنها طبعا جائحة كورونا والتي عصفت بالاقتصادات القوية ناهيكم عن الناشئة، فالحاجة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني بات ملحا، وإدراك الحكومة لهذا الأمر المهم دعاها لدعم المواطن ماديا والحرص على زيادة السيولة لديه، الأمر الذي ينعكس على تنشيط الحركة الاقتصادية في البلد. وأعتقد أن أحد السبل لدعم التوجهات الحكومية في هذا الجانب تتمثل في تمكين المواطن وزيادة دخله، لما لذلك من تأثير إيجابي على السوق المحلية، ومن خلال تحرك وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حول السجلات التجارية المؤجرة وممارسات التستر التجاري وتعاون غرفة صناعة البحرين في هذا الشأن، نجد بأن الرسالة الرئيسية التي توصلها هذه الحملة الحفاظ على المكتسبات الوطنية ورفض تام لتمكين غير البحريني من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانوناً في استعمال البيانات الشخصية لشخص بحريني أو ترخيصه أو الاستفادة من سجله التجاري وغيرها من أشكال التستر التجاري، وهذا هو العنوان الرئيسي والرسالة التي عملت عليها هذه الحملة. فعندما نكافح تمكين غير البحرينيين فمن الواجب علينا جميعا كسلطتين تنفيذية وتشريعية دعم المواطن وتمكينه تجاريا، وإن كان هناك من يتعارض مع المصلحة العامة فلدينا من القوانين والتشريعات المتطورة والتي تمنع أي تلاعب أو تضارب في المصالح، ولا أجد بأس ما تم طرحه حول إيجاد لجنة متخصصة تدرس طلبات الموظفين والتأكد من عدم وجود تضارب في بين عمل الموظف ونوع النشاط التجاري إلى حين تطور التشريعات المتعلقة بذلك ووضع سياسة تتبعها جميع الجهات الحكومية. ولا ننسى أن هناك مشاريع صغيرة ومناسبة في الواقع لا تتطلب تواجد البحريني بشكل متواصل فيها، ومنها طبعا المخابز والبقالات والمحلات البيع الصغيرة، وهي متاحة ولا يمكن استغلالها في الوظيفة التي تتطلب إهمال الموظف لواجباته. سعادة وزير المجلسين، تفضل. شكرا على الرئيس، وأشكر الأخوان تداخلوا في هذا الموضوع. بس أحب أصحح معلومتين ربما أو أكثر. أولا، بالنسبة للوزير، لا حق استخراج سجل والعمل التجاري
فلماذا لا يكون الموظف العام هذه الميزة؟ طبعا الوزير لا يمنعه قانون ولكن يمنعه الدستور. الدستور في المادة 48 باء لا يجوز الوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا، طبعا إلا أن يكون له سهم في شركة من الشركات. هذه أيضا موجودة، هذه الميزة عند الموظف العام. الموظف العام إذا تكلمنا عن الأعمال التجارية التي بإمكانه أن يزاولها، أن يكون متملكا لحصة في شركة تجارية أو عن طريق الميراث الشرعي أو طريق الهبة من أحد أقاربه. فهني ضعت ضوابط، نفس الضوابط موجودة على الوزير، فلا يوجد يعني نص يتيح للوزير أو يسمح للوزير أن يعمل عملا تجاريا إلا كما قلت أن يكون متملكا لحصة في شركة، وهذا أمر آخر. بالنسبة أيضا لبعض الوظائف كما تفضل بعض الأخوان، بالنسبة لي قال الطبيب بإمكانه والمحامي بإمكانه. الطبيب طبعا اشترط أن يكون استشاريا من أجل الاستفادة من خبرته ومن كفاءته والمنفعة العامة، ولكن المحامي المادة الأولى في التعديل أحكام قانون المحاماة صدر سنة 99 مرسوم 39، المادة الأولى في البند 2 يعني يمنع علي شغل الوظائف العامة في الدولة أو التوظف في إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات أو التوظف الإلكتروني. هذا المنع موجود على الكافة، موجود على الوزير، موجود على المهن الأخرى. طبعا مبررات اللي ارتأها ديوان الخدمة المدنية واردة في مذكرتهم، لن يعني أكررها وأعيدها، وذكرت اللجنة مشكورة ورفقت اللجنة مشكورة في تقريرها. فبس حبيت أوضح أن هذه هو الأمر. أعتقد بعض الأخوان أيضا تكلموا أن هناك من الرسق عنده ربما يكون حالات يعني سابقة على صدور التنظيم الذي صدر سنة 1908 عفوا بالنسبة للديوان الخدمة، ربما يكون حالات سابقة على هذه الحالة أو القيد كما ورد، ولكن على وجه العموم هذا هو الوضع الحالي. المنع يطال الوزير، يطال المحامي، ويطال حتى الطبيب إلا أن يكون استشارياً يراد أن يستفاد من خبرته من أجل المصلحة العامة. شكراً مارين. نعم، شكراً جزيلاً سعادة وزير المجلسين على الإيضاح. نستكمل قائمة طالبي المداخلة ولك 3 دقائق في من وقت المجلس. سعادة النائب عيسى الدوسري تفضل. بما يتعلق بالاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 21 مكرر إلى قانون الخدمة المدنية والسماح للموظف العام باستخراج سجل تجاري ومزاولة الأعمال التجارية، وذلك بضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لديوان الخدمة المدنية، سيساعد هذا المقترح في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن البحريني وتحسين ظروفه المعيشية من خلال تنويع وزيادة مصادر الدخل، فانطلاقا من التوجيهات السامية التي صادق عليها جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وعلى الرؤية الاقتصادية 2030 في أكتوبر 2018 التي رسمت ملامح واضحة للتطوير وجهود الحكومة الموقرة في حرصها على بناء حياة أفضل لأفراد المجتمع وضرورة العمل من أجل تحسين الوضع المعيشي للمواطن في ظل زيادة النفقات والأوضاع الاقتصادية الصعبة بشكل عام. معالي الرئيس أصحاب السعادة، فإن المقترح سيساهم بشكل كبير في زيادة دخل المواطن وانتعاش الأسواق المحلية بدخول رؤوس أموال جديدة، وبحيث لا يؤثر فتح السجل التجاري على تأدية الموظف لواجباته الوظيفية، وأن لا يتعارض مع المصلحة العامة، وأن يزاول النشاط في خارج الدوام الرسمي. فاليوم أثبت المواطن البحريني نجاحه وقدرته على إدارة الأعمال وبجدارة في شتى المجالات، وأرجو من إخواني أصحاب السعادة الموافقة وبدون تردد. شكرا معالي الرئيسة. شكرا جزيلا سعادة النائب عيسى الدوسري. سعادة النائب عبد الله الدوسري تفضل.
طبعا بخصوص الاقتراح بقانون بصيغة معدلة بإضافة مادة جديدة رقم 21 مكرر إلى قانون الخدمة المدنية. حقيقة نشكر أصحاب السعادة دكتور عبد الله الذوادي وباسم المالكي على هذا المقترح الواقعي. معالي الرئيسة، لا يخفى عليكم يعني أن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة تسمح لموظفي القطاع العام باستخراج سجل تجاري، يعني جاء متوافقة مع متطلبات الحياة المعيشية في ظل زيادة النفقات والأوضاع الاقتصادية، ولم يعد الراتب يفي بمتطلبات الأسرة، خلونا واقعيين، مما يستدعي زيادة دخل الموظف العام وتنويع مصادر الدخل أسوة بالعاملين في القطاع الأهلي، مما يساهم وبشكل كبير في انتعاش السوق المحلية عبر دخول رؤوس أموال جديدة، وهو ما سيشكل إضافة نوعية للأسواق ويتيح فرص عمل جديدة للبحرينيين في القطاع الخاص، وخصوصاً مع وجود تجارب للبحرينيين في بناء أعمالهم الخاصة وساهموا بشكل كبير في الاقتصاد المحلي. كما أنني يعني لا أتفق مع ما ذهب إليه رأي وزارة التجارة والصناعة والسياحة ورأي ديوان الخدمة المدنية من رفض الاقتراح بقانون، وأرى أن هذا التعديل يعني سيعود بشكل إيجابي على الموظف من خلال تحسين وضعه المادي. شكراً معالي الرئيس. نعم، شكراً جزيلاً. سعادة النائب غازي الرحمة، تفضل. معالي الرئيس، بداية يعني لازم نتفق على شيء، أن الكل يبي يوفر الحياة الكريمة للمواطنين البحرينيين، وإحنا نشجع أن المواطن البحريني أن يدخل سوق العمل، يفتح مشاريع تجارية مبتكرة والجديدة. حقيقة معالي الرئيس، أنا أتفق مع الأهداف اللي يبي يوصل إليها المقترح، وهذا المقترح أمانة تم تقديمه في الفصل السابق ورفض أيضا، لكن أعتقد أن الاقتراح يحتاج إلى المزيد من الدراسة. يعني هي إحنا نبي ندرس الوضع الاقتصادي للمملكة بشكل شامل، وندرس التأثيرات الاقتصادية والمعيشية المحتملة على إقرار مثل هذا القانون. صحيح أن القانون في جوانب إيجابية من حيث تحسين الوضع المعيشي للعاملين في القطاع الحكومي اللي يقدرون تقريبا بحوالي 45 ألف موظف، وتحفيزهم على الدخول إلى سوق العمل، لكن في نفس الوقت في تأثيرات سلبية محتملة. هاي التأثيرات تحتاج أيضا إلى دراسة، لأن إحنا باختصار ما نبي نصلح شيء ونخرب شيء آخر أيضا. إذا نظرنا إلى الوضع الاقتصادي معالي الرئيس، اليوم هناك في تراجع كبير في عمليات التوظيف في القطاع الحكومي في ظل توجه الحكومة إلى خفض المصروفات. في العام 2020 عدد الموظفين الجدد في القطاع الحكومي أقل من 2000 شخص، وفي الأعوام القادمة راح يقلون، بينما في القطاع الخاص هناك أيضا في تراجع في عمليات التوظيف، خصوصا في ظل التواطؤ في النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة. هاي التراجع معالي الرئيس فرض على كثير من الشباب البحريني التوجه لأنهم يفتحون شركات صغيرة جدا بميزانيات محدودة جدا. أيضا هاي المشاريع بعضها يتأثر وبعضها ينجح، ولكن العائد منها بسيط جدا اللي راح يحصلون عليه. اليوم إذا سمحنا للموظف الحكومي أن يتملك سجل تجاري، راح ينافس هذين الشباب العاطلين عن العمل ولا ما يوجدون فرصة توظيف، فيلجؤون إلى فتح سجلات تجارية. الموظف الحكومي بطبيعة الحال راح يكون له إمكانيات أكبر من الشاب العاطل، وبالتالي قدرته التنافسية راح تكون أكبر، وراح يأثر سلبا على هؤلاء الشباب. أيضا إذا رجعنا إلى القانون، لاحظ أنه راح يفتح المجال إلى موظف حكومي بفتح سجل تجاري. هاي الموظف مو بالضرورة أنه يكون موظف بسيط أو عامل، هاي الموظف قد يكون مدير أو مسؤول أو وكيل وزارة أو وزير. ومثل ما تفضل أخونا العزيز الكبير بفضل، أن الدستور أيضا يمنع على الوزير أنه يشتغل في الأعمال الحرة. سعادة النائب سيد فلاح هاشم، تفضل. كما وضح الأخوة أن الهدف من هذا القانون هو
مساعدة الموظفين الحكوميين أو اللي يشتغلون في القطاع العام على تحسين وضعهم المادي، لأن حقيقة الأمانة نفس الوقت يطرح لنا بعض السلبيات اللي ممكن أن تحدث. ماذا بشأن تعارض المصالح، خاصة إذا كان هذا الموظف له مكانة تنفيذية في الجهاز أو في جهاز السلطة، يعني في جهاز الوزارة التي يعمل فيها، ألا يكون هناك ممكن إمكانية تعارض المصالح؟ ثم إذا وضعنا القانون أو شرعنا في القانون وتركنا الضوابط إلى الجهاز التنفيذي نفسه، ما هو الضمانة بأن الجهاز التنفيذي إن يضع ضوابط بالفعل تحويل دون استغلال بعض الموظفين وبالذات اللي في الدرجات المتقدمة إلى مواقعهم متى ما كان عندهم سجلات تجارية أو أعمال خاصة؟ ثم إن نقطة أخرى أنا أعتقد أنه مهم أن نلتفت لها، ما هو تأثير هذا العمل الخاص، خاصة أنه يعمل لمصلحته الخاصة، على أداء العمل في وهو عمل عادة طالما يكون خدمي إلى المواطنين؟ النقطة الثالثة وهي أخيرة أحب أن أشير لها، وهو ما تضمنه التقرير من دراسة، حقيقة أشارت الدراسة في آخرها إن وهي دراسة مقارنة مع الدول الأخرى المحيطة بنا، آخر فقرة فيها تقول اتخذت التشريعات المقارنة موقفا معارضا تجاه استخراج الموظف محلات تجارية باسمه ومزاولته للأعمال التجارية، هذا الموقف في الدول المجاورة. فأنا أعتقد بالفعل كما دعا أخوي أبو فيصل سعادة نائب غازي رحمة، الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة. نحن لا نختلف على أهمية تحسين وضع الموظفين أو العاملين في القطاع الحكومي، إلا أن إلى هذا القانون بتشريعه بهذه الطريقة إلى تبعات أعتقد ستكون في غير صالح لعمل الحكومة وفي غير صالح المواطنين. شكرا مع الرئيس. نعم شكرا جزيلا. سعادة النائب أحمد السلوم تفضل. شكرا معنا الرئيسة. طبعا أنا في البداية يعني أشيد إخواني مقدمين المقترح ويعني أؤكد أن هما غرضهم من هذا المقترح ومن هذا القانون هو يعني زيادة الدخل لموظفي الحكومة، واللي طبعا تم توضيحه من قبل وزير مجلسين أنه هو أكيد ريادة الأعمال أو دخول القطاع الخاص ما في أي ضمانات أنه هو راح يزيد دخله، يمكن هو لا قدر الله يخسر في هذا المشروع ويحمله التزامات لاحقة على مستقبله، فهاي مو يعني المبدأ اللي هم وضعوا عليه مو مضمون تحقيقه إلا يعني حالات الاستثنائية الأخرى. لكن أنا اليوم اللي خلاني أتداخل وأتكلم طبعاً إن أنا جاني اتصال من موظف حكومي ومن متقاعد ومن باحث عن عمل من رائد أعمال، وكلهم كانت عندهم يعني مخاوف، عندهم استفسارات كانوا يتكلمون فيها معاي، وحين أنا راح أسردها هل اتفقنا إحنا عليها وتكلمنا فيها. يعني أول شيء أنا اللي أبي أوضح كذلك أن الموظف الحكومي مسموح له أنه هو يمتلك أسهم في شركات، ومسموح له أنه هو يكون عنده حصص، هو فقط مو مسموح له أنه هو يدير أو مو مسموح له أنه هو يؤسس من البداية، بس لما شركة مؤسسة هو يستطيع يستملك فيها وديالها من إرث أو من هبة أو يستطيع يشتري أسهم. الأساس في هذا الشيء أنه هو ما سمحوا له أنه هو يعني يدير، لأن هذا يتعارض مع طبيعة ريادة الأعمال أو العمل الخاص اللي هو يتطلب التفرغ التام لنجاح هذا العمل، وكذلك يتطلب عمله في القطاع الحكومي أنه هو يكون متفرغ له لخدمة الآخرين. لذلك كان السبب أنه موضوع كان في يد المسؤولين أو الخدمة المدنية أنهم يعطون موافقة حق الحالات الاستثنائية ويتأكدون فيها أن الأنشطة أو الأعمال اللي هو راح يمارسها ما راح تكون يعني مشابهة للوظيفة اللي هو يقوم فيها، لأنه في النهاية هو يمتلك المعلومة ويمتلك الصلاحيات ويمتلك أمور كثيرة، فوجوده في الجانبين يمكن راح يخلق يعني شبهة حق الآخرين عدم تنافس. في إحدى الدول الخليجية كان عندها توجه أن هي فعلا تخلي القطاع الحكومي يتحول لقطاع خاص، فهم كانت معطتهم أنه على وجوده في القطاع الحكومي لمدة سنتين يطلع سجل تجاري ويمارس عمله، وبعد السنتين يقرر أما يواصل في القطاع الحكومي أو يواصل في القطاع الخاص، وكان الهدف منها خلق فرص جديدة حق الشباب أن يحصلون وظائف في نفس الوقت يشجعون على ريادة الأعمال اللي هي تخلق فرص عمل جديدة للشباب وتدفع في الاقتصاد الوطني. فهذه يعني كانت الأهداف الأخرى غير هدف فقط زيادة الدخل. سعادة النائب الدكتور عبدالله الدواري تفضل.
أسعد الله مساءكم بكل خير جميعا. معالي الرئيس، أبدأ بما تفضلت به أن هذا مقترح بقانون وليس مشروع بقانون. إحنا هنا بصدد مناقشة الفكرة من القانون وبعدها يحول إلى الحكومة ويرجع إلى المجلس يكون مقر بصفة مشروع بقانون، وعندها يكون هناك الدراسة المستفيضة في هذا الوضع. معالي الرئيس، الهدف من تقديمنا لهذا المقترح بقانون واضح جدا للجميع، وهو المواطن وتحسين معيشته. هو هدف عملنا التشريعي بتحسين معيشة المواطن، وأي ملاحظات وعوائق أمام هذا المقترح فهي محل ترحيب، ولكن يبقى أن إيجاد مصادر دخل للمواطن أمر واجب، وهذا عمل مشترك يجب مناقشته بجدية وتمريره من أجل المواطن. معالي الرئيس، فيما يتعلق برد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي لم تتفق مع المقترح بقانون ورؤيتها بأنها امتهان العمل التجاري أو الصناعي، يجب أن يسوده مبدأ التخصص والتفرق ليكون ناجحاً ولا تراه الوزارة كمصدر رزق ثانوي مضمون النتائج. معالي الرئيس، من وجهة نظري والرد على هذا، أن فتح الموظف أن فتح المجال للموظف بإصدار السجل التجاري لا يجب أن يتعدى مجالات محدودة، ويمكن وضع ضوابط تنفيذية قد لا تتطلب تفرغاً أو تخصصاً لإدارة الأعمال. ومسألة التعثر في أي مشروع، معالي الرئيس، أمر وارد ويتحمله صاحب السجل، ولا يمكن تحميل الدولة أي أعباء. أما فيما يتعلق برد ديوان الخدمة المدنية ورغبتها في التفرغ للوظيفة، فهناك معالي الرئيس وظائف عادية وبسيطة قد لا تتعدى الدوام الرسمي المعتاد، ولا يتطلب استدعائه في أوقات إضافية أو خلال إجازات. فما الضير معالي الرئيس يزاول عمل تجاري إن كان لا يؤثر على عمله؟ أما مسألة عدم الانضباط في الدوام الرسمي الحكومي، فتحكمها أنظمة ديوان الخدمة المدنية معالي الرئيس، كما أن هناك تقييم سنوي وأداء وظيفي يتم مراقبته من قبل مسؤوله المباشر، وكل هذه القوانين المتقدمة في البحرين كفيلة بمعالجة أي ملاحظات تم طرحها معالي الرئيس. معالي الرئيس، في الإطار العام وقبل أن نتحدث عن العوائق والملاحظات، كثيرة أمامنا تحقيق هذا المقترح بقانون، فلننظر قليلا معالي الرئيس للإيجابيات ونضع الحلول للسلبيات، بحيث تكون المسألة خاضعة للدراسة وتحقيق نتائج للمواطن والدولة في نفس الوقت. سعادة النائب يوسف الذواري، تفضل. أولا حبيت أشكر مقدمي المقترح على رأسهم أخوي سعادة النائب رسم المالكي والنائب عبد الله الذواري. المقترح بقانون وتعديله، احنا نعلم يعني ان وزارة التجارة كانت عندها مشاكل كثيرة، ويدرون ان المواطن او الموظف الحكومي ان يعني يروح يطلع سجلات تجارية من قبل اهله، منهم مثلا ابوه ولا امه ولا مثلا اخوانه ولا زوجاتهم، وصارت مشاكل كثيرة اذا توفي الوالد، الورث يقومون على اخوهم اللي طلع السجل وراحوا يدشون الى المحاكم والقضايا، يعتبر انه هو وري انه هاي ورث يعني، وهو اللي قام بكل هذه السجل وعقب انشائه، ومع الزوجات صارت حتى طلاق، وصارت مشاكل مثلا بعض المشاكل اللي صارت ان صارت الزوجات مثلا يعني ما نقول مثلا المشاكل العماليه ولا غيرها، بس اللي يتضرر طبعا هو الزوج او مثلا الاخوان، وصل مشاكل بينهم على سبب انه هو باسم السجل. فاحنا نقول مثلا يعني ان الخليج، وهذه بالعكس كل الخليج احنا هذه يقومون به يعني، وان القانون موجود في دول الخليج ومتطبق وما في اي مشاكل. احنا ما قلنا في ما في مشاكل، حتى لو مشاكل شيء بسيطه، لكن احنا نشوف ان الاولويه يكون في مملكه البحرين، ويكون داعم للموظف البحريني في حياته المعيشية، وشيء يعني بدل ما نقول يلف ويدور ويخلي باسم واحد ثاني، أو مثلا يجيبك مثلا واحد أجنبي ويشاركه
ويحط الأموال باسمه ويصير مشاكل في المحاكم إنه سرقة ولا باقة. شو ما نقول كذي، إحنا نقول يعني نتمنى إنه يكون باسم هذه الموظف الحكومي، بالعكس راح يدعمه في معيشته وفي حياته إن شاء الله، ويكون أصلاً قانوني من توفير يعني الوظائف للبحرينيين. وشكراً معالي الرئيس. نعم، شكراً جزيلاً سعادة النائب يوسف الذوادي. سعادة النائب بدر الدوسري تفضل. معالي الرئيس، طبعاً بخصوص المقترح بقانون بالتعديل على قانون الخدمة المدنية الذي يجيز الموظف العام أن يستخرج سجلاً تجارياً ويزاول أعمالاً تجارية بإضافة مادة جديدة بالرقم 21 مكررة نصها إلى قانون الخدمة المدنية. أشكر أصحاب السعادة النواب على هذا التعديل وهذا المقترح، كما أرجو السماح للموظفين بفتح سجلات تجارية سيقضي على التستر وتأجير السجلات بالباطن، ولا يجوز التضييق على الموظفين في أرزاق ما يوجد دول تسمح بفتح سجلات تجارية للموظفين لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وهذا ما تهدف له الحكومة، وغريب على بعض الجهات الحكومية يعني غريب عليهم على بعض الجهات الحكومية اختلاق الأعذار الواهية والغير منطقية بهدف منع النهوض بالاقتصاد الوطني ووقف كل ما يحسن المستوى المعيشي للمواطن. أي يعني يا معالي الوزير، معالي الرئيس إذا سمحتي لي، يعني بعض الأحيان هم يقبلون إنه يأخذ الموظف يروح يأخذ أمه ويأخذ أبوه ويشحططهم في السجل التجاري لأجل يحصل توقيع ويطلع له سجل هو مكانه. نرجو السماح للمواطن الموظف، وراح نبتك إن شاء الله من هذه الأمور. شكرا جزيلا. نعم، شكرا جزيلا. سعادة النائب عمار قنبر تفضل. شكرا معالي الرئيس. بداية شكر خاص لأصحاب المقترح. اليوم أتوقع هذا المقترح لازم يكون على أرض الواقع. أمانة بس ودي أن نستعرض ردود الحكومة. أولا كانت الحجة أن يجب أن يسود مبدأ التخصص والتفرق ليكون المشروع ناجحا. أستغرب أن من اللي يوضع الوزارة ولا الحكومة في موقف أن هي تحج أو أن هي تحكم على مدى نجاح أو قدرة الشخص أنه هو يدير. إذا كذي عيال ليش ما نمنع أن إصدار أكثر من سجل واحد؟ لأن إذا أنا بلتفت حق سجل أو تجارة معينة ليش أفتح سجل ثاني؟ معناته ما عندي التفرق. فهذه الحجة أمانة ما أشوفها من صفة. إحنا اليوم عندنا طاقات وعندنا الشباب قادر أنه يقوم بأكثر من دور في وقت واحد، وأهمها اللي هي التجارة. اليوم للأسف اللي صاير مع الرئيس أن الأمهات هم اللي صايرين رواد الأعمال، لأن كل موظف قاعد يسجل السجلات باسم أمه وباسم يدته وغيره. ليش؟ لأن هم الوحيدين اللي قاعدين في البيت بدون وظيفة، يحولونهم إلى رواد أعمال ويريرونهم من مكان لمكان عشان يوقعون وعشان يخلصون المعاملات. فهل هاي الظاهرة صحية؟ أبداً هي مو صحية. فاليوم يه هذا المقترح أساس أنه هو يحل الموضوع. اليوم أصحاب المقترح ذكروا في النقطة الأخيرة وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. معناه تقطعوا كرة في ملعب الوزارة والحكومة، أنتوا حطوا ضوابط، أنتوا حددوا شنو حتى السجلات اللي ممكن يفتحها الشخص وعلى حسب شغلة. وحتى لو يتكلمون لك في سلبيات ولا تفوق الإيجابيات مثل التستر والتجار بالسجلات، إنزين الحين صاير تستر، كل شخص قاعد يسجله باسم ثاني. خلينا نقنن الموضوع، خلي يكون في حال، خلي يكون أصلاً في شفافية الموظف شنو قاعد يشتغل شنو قاعد يعمل. فإذا وضحت السالفة وضح الموضوع أكثر راح يكون الأداء أفضل، وتقدر تحاسب الموظف نفس ما قال أخوي من ساعة، إن في مراقبة على الموظف في سنوياً، إذا أخل بعمله حاسبه. لكن ليش تقطع رزقه أو أن أنت تقول أن السلبيات راح تفوق الإيجابيات؟ دائما من الإيجابيات أنه راح يزيد مدخوله، فأنت
واحنا كلنا راح نوقف مع هاي الشيء، ان احنا نساهم في شيء انه هو يخلق فرص للبحريني او يزيد من 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 دخله. وشيء ثاني، هو اليوم خايف ومتمسك في الوظيفه لانه مو محصل وظيفه مناسبه، فيوم يحصلها وما فتح بزنسه او تجارته لانه كان يبي يضمن له شيء. السوق اليوم مو سهل، احنا نعترف بهالشيء، لكن اذا انا اعطيتيني الفرصه ان انا افتح سجلي راح اخلق لي فرص عمل حق غيري لانه يمكن ينجح مشروعي، وراح افنش من شغلي الحكومي وباخلق بعد فرصه عمل حق اي احد ثاني. ما بطول، وشكرا معالي الرئيس. نعم شكرا جزيلا، ولكن اللائحة الداخلية تنص على عدم تكرارك قولك أنت، فكيف لقول آخرين التكرار في هذا الموضوع؟ كلكم متفقون على أهمية هذه الفكرة وتجدونها مناسبة حسب النقاش، إلا ما يمكن عدد اثنين اللي كانوا عندهم تحفظ على الفكرة. حفاظا لوقتكم خلينا نأتي بجديد في مناقشة الفكرة، ولا نكرر كلام بعضنا البعض حتى نستفيد من الوقت في القضايا الأخرى التي على جدول أعمالكم. سعادة النائب محمد العباسي تفضل. أنا في البداية يعني أوجه سؤال للحكومة، هل موضوع السجلات عند الموظفين الحكوميين غير موجود عندكم الآن؟ طبعا الجواب أكيد لا، هو موجود، وأكبر دليل أن هناك مخالفات كانت من سنتين، مو في التقرير اللي طاف، التقرير اللي قبله، تقرير ديوان الرقابة المالية، واللي ذكر أن واحدة من الوزارات تعاقدت مع شركة تعود ملكية لموظف يعمل في ذات الوزارة. وفي الجانب الآخر يحذرون من تأجير السجلات، بعض السادة النواب يذكروا ذي النقطة أنها كتخوف. إذن احنا عندنا تخوفين، أولا تأجير السجلات، وثانيا هو تقرب المصالح بين الموظف بأنه يكون في جهة حكومية وقد يستفيد من هذا السجل مع وزارته بالتحديد. وتقع هذين المهمتين على الحكومة، هي اللي تراقب فيها. فلنلقي لوم تقصير الجهات الحكومية في موضوع تأجير السجلات والتلاعب اللي يصير واللي هي مو قادرة تضبطه، وأقول أنا ما بعطي لأن مو قادر أضبط ذي الموضوع. هي مسؤوليتكم، وكذلك تضارب المصالح إذا كنتوا خايفين منها. الأساس أن هذه مهمة الحكومة حتى تتأكد، يعني وزارة لما تيجي تتعاقد مع موظف عندها مستحيل أن هي ما تعرف أن هذه موظف عندها. فأنا أعتقد أن الاقتراح بقانون لأمامنا هو اقتراح منطقي وواقعي ومعمول فيه في الحكومة. الحكومة تعطي ترى الآن موافقة لبعض الموظفين عندها أن يأخذون، حسب ما يانا الرد إحنا من ديوان الخدمة المدنية اللي قال بأن إحنا ما نمنع مطلقا يعني، ولكن في اشتراطات ومعايير وغيرها. وغير ذلك إذا بيمارس عمل غير عمل ممكن يأخذ موافقة ترى، وأنا أضيفها أيضا لسعادة وزير مجلسين، إذا ما كان يتضارب مع عمله في وزارته، يعني يفتح شركة ما لها علاقة عملها بالمكان اللي هو فيه، قد يحصل على موافقة من الHR ويفتح، يعطونا السجل ما في مشكلة وهو موظف حكومي. ولكن إحنا نقول هذه الانتقائية، أن تعطي فلان ما تعطي فلان، ليش؟ افتح حق الكل وحط الضوابط بناء عليها. أما الآن بالمزاجية أنا أعطي ذي الموظف، بس الموظف الثاني اللي ما أعطيه بدون معايير وبدون أساس، لا هني تصير مشكلة. فلذلك الأصل ومن باب العدالة أيضا بين الموظفين والمساواة أن الكل يقدر يحصل يطلع سجل. أما أعطي واحد اثنين أن يحصلون، لا. موضوع التأجير هي رقابة الوزارة، الوزارة خدكم تراقب اللي قاعدين يأجرون، خل تتخذ ضدهم عقوبات رادعة حتى ما يأجرون، مثل ما أنتم قاعدين تسوون. إحنا معاكم في هذه الخطوات، إحنا ضد أن الموظف يأجر، وضد أن الموظف يستغل أيضا هذا السجل بحيث أنه هو يتربح من الوزارة اللي يعمل فيها. هذه إحنا بالعكس إحنا عملنا أن نحاسبكم إذا شفنا أحد يسوي كذي وأنتم ما حاسبتوه. فإذا مسؤولياتكم لا تتخلون عنها وتعاقبون الموظف إنه ولا ما تطلع لأنه بيصير يمكن كذي، هي مسؤولياتكم تراقبونه بعد ذلك. نعم. لذلك إحنا أعتقد كلنا حتى الحكومة مع الفكرة، لأن رد ديوان الخدمة قال إن إحنا أصلا ما نمنع، يعني مطلقا ما في منع مطلق، ولكن هم متخوفين من 1 2 3، والتخوفات هي مسؤولياتكم أنتوا تتابعونها وتشوفونها وتدقون عليها أول بأول. شكرا. نعم شكرا جزيلا سعادة النائب محمد العباسي. سعادة النائب محمد بحمود تفضل. شكرا معالي الرئيس. لعل يمكن ردود الجهتين، يمكن ديوان الخدمة المدنية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، واللي رفضت هذا المقترح، اللي نوجه تحية كبيرة إلى مقدميه. يتفق الكثير من الإخوان على أن أهدافنا تتفق مع أهداف الحكومة الموقرة في محاولة إنعاش السوق
وهذه أتى بعد ما يمكن كان هناك التقاعد الاختياري، طلبوا من الناس أنهم لما يتحولون للتقاعد الاختياري يفتحون مجال لريادة الأعمال، وما ذكر أن ترى هذه ممكن تتعرضون فيه للخسارة للأمانة، يعني ما كان مذكور. الآن ذكروا أن ترى إذا دخلت قد يكون هناك في خسارة لك، يعني في 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 نوع من التناقض. معالي الرئيس، يمكن ردود وزارة التجارة عندما ذكرت إلى 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 أن اشتراط أن يكون هناك تخصص، نتفق أن يعني لابد أن يكون هناك تخصص. معالي الرئيس، ترى أغلب اللي نتكلم عنهم، أنا ما نتكلم عن أشخاص بيفتح له شركات كبيرة، هذا إذا بيفتح شركات كبيرة بيطلع من الوزارة. اتكلم عن خباز ولا خضار ولا واحد يبيع لحم، يعني مشاريع بسيطة ما تحتاج حتى للتخصص. الآن إذا ذكرنا على أن لازم يكون هناك تخصص، عيل نسكر الأخوة اللي يمتهنون اليوم نشاط الفود تراك، أغلبهم مواطنين خريجين جامعات، يبيع في عربة، يبيع على بعض المأكولات البسيطة، لا هو طباخ ولا هو شيء، يمكن متخرج من إدارة أعمال، يمكن تجارة، يمكن اقتصاد، يمكن قانون، لكن يمتهن يعني لشح الوظائف اللي بدأ المواطن يعاني فعلا منهم. طبعا ذكر يعني سعادة وزير المجلسين بأن بإمكان الموظف العمل لكن شريطة موافقة الجهة المعنية التي يعمل فيها. معالي الرئيس، أنا عندي حالة وردت لنا وكنا نحاول نطلع موافقة من الجهة المعنية على أساس يحاول يرفع من مستوى دخله في جهة ثانية، فقط موافقة رفضت الجهات تعطي الموافقة. إنزين شلون عن نتكلم إنه في يعني موافقة مشروطة، ومثل ما تفضل يعني أخو سعادتنا محمد عيسى راح يكون يعني الباب مغلق أمامه. نعم. هي موجودة لكنه مو يعني لا نقول أن إحنا بيكون هناك تمييز، فعلا تمييز ما بين هذا الموظف هذا الموظف إذا كان هناك عنده يعني معرفة داخل الوزارة اللي يعمل فيها. شكرا معالي الرئيس. سعادة النائب الدكتورة معصومة عبد الرحيم، تفضلي. أول شيء أود أن أهنئ أصحاب السعادة على هذا المقترح، مقترح لقانون، والذي إن شاء الله سيثري العمل البرلماني عندنا في مملكة البحرين. طبعا أنا متأكدة أن سعادة النواب ما اقترحوا هذا الاقتراح إلا بعد ما 40 نائب شاف معاناة مواطنين. ما ننكرها أن في مواطنين يعملون في الحكومة، لكن للأسف الحال المعيشي، الحال الاقتصادي، الاجتماعي لا يصل بالمستوى المطلوب. لذلك إحنا لا يمكن أن ما نفكر بأن يفتح باب آخر لهم. طبعاً إحنا نتابع وزارة التجارة والله يعطيهم العافية في الجهود اللي قاعدين يسوونها ويقومون فيها والكثير من الفساد. وزير المجلسين الله يحفظه ذكر موضوع أن فعلاً الموظف الحكومي ممكن أن يعمل براتب أو مكافأة. طيب ممتاز، ليش إحنا ما نسمح أن أهو بإمكانه أن يعمل أو أن يكون له عمل حر، أن يكون له سجل تجاري؟ شنو اللي يمنع أن إحنا نعطيه خيارات؟ ما نلزمه بشيء واحد فقط. الشغلة الثانية والمهمة، قبل ما أذكر مساوئ أي شيء، أي شيء في الحياة، ما ممكن يكون شيء موجود عندي بشكل إيجابي 100% ولا يكون بشكل سلبي 100%. لكل شيء بيكون إيجابي إياته موجودة وسلبياته موجودة. احنا الطرح اليوم اللي طرح النواب في هذا المقترح بارك الله فيهم، واحنا لما نتكلم بشجون مواطنين محتاجين الى فتح باب اخر لمساعدتهم علشان تحسين المعيشة. نعم. هذا المقترح انا اشوفه مقترح بقانون جدا رائع، راح يخدم فئة بحاجة ان يفتح لهم باب اخر،
وإن شاء الله يا رب نلاقي الموافقة من سعادة النواب. وشكرا جزيلا معالي الرئيس. نعم شكرا جزيلا. سعادة النائب يوسف زينل تفضل. هذا الموضوع الشائك حقيقة موضوع ذو شجون وشؤون. التشريع اللي احنا بصدده واجمالا اي تشريع يجب ان يستند على اسس واصول علمية. اما موضوع ان احنا عندنا ظواهر معينة نبي نعالجها ونعالجها بهالطريقة المطروحة اعتقد لا يخدم ما يعرف بثقافة ريادة الأعمال. أنا أبي أخلي الشيء الجاري حالياً المستتر بشكل علني. هذا أمر جيد لكن يعني مو على المطلق. يعني إحنا صحيح الآن حطينا ضوابط عند الجهاز التنفيذي الوزارة أو مجلس الخدمة. أنا أشوف أن التشريع أنا يعني مو ضد تحسين أوضاع الناس المعيشية بس هذه لازم ما يكون يعني عنوان عام احنا ننطلق منه. لا احنا نبي تنمية حقيقية. التشريع يجب أن يخدم التنمية. أما إذا والله أنا بروح بعطي فلان علان انزين الموظف العام يحصل على تراخيص بكل سهولة. احنا ما نتكلم عن الفقارة المساكين اللي عندهم خباز ولا خضار ولا ذي لا. حتى وكلاء وزارات مدراء غيرهم بيستفيدون من هذا الواقع. انزين وهني يصير في تضارب مصالح بالضرورة. انا اعتقد لذلك انا مو ضد القانون بس الفكرة مو بهالطريقة. يجب ان تعالج يعني بتأني بالدراسات. احنا عندنا نبي نمنع الحكومة تسعى لمنع التستر. انزين الآن انت بهذه الطريقة تفتح المجال والله كل واحد يسجل. انزين هل هذه بعالج التستر ولا لا؟ انزين عندنا مشاكل ثانية. احنا نبي نشجع ريادة الأعمال. هل بهذا الأسلوب يتم معالجة ريادة الأعمال؟ مو بالضرورة يعني بشكل المطروح. لذلك أنا مع أن القانون ذي يدرس بعمق أكثر بتأني أكثر يعني أخذ كل الآراء وغربلته في النهاية نطلع بحصيلة يخدم المواطن يخدم البلد يخدم الاقتصاد. لأن احنا هدفنا من التشريع خدمة الاقتصاد أساسا مو بس أنا أبي بس أراعي كم من واحد إنه أحسن أوضاعهم الحياتية. لا نعم. أنا يهمني البعيد. فبالتالي علينا إن إحنا نرد يعني أنا أطلب من رئيس اللجنة والمقرر إنه يسحبون المقترح بقانون لمزيد من الدراسة وأعطانا نفسنا فرصة أكثر للأخذ والعطاء حيث أن نطلع بشيء جيد. والضوابط يجب أن تكون موجودة. الضوابط الرئيسية يجب أن تكون موجودة في متن المقترح بقانون. مو أن نخلي للسلطة التنفيذية كل شيء لأن في النهاية باشر السلطة التنفيذية يمكن تحط مثلا ضوابط يعني تأثر على جوهر اللي احنا نبي. لذلك أنا أتمنى من الإخوان يعني يأخذون الموضوع إلى مزيد من الدراسة مزيد من نعم واضح سعادة يعني غربلة الأفكار فيه. واضح شكرا سعادة جزيلا. النائب شكرا جزيلا. سعادة النائب إبراهيم النفيعي تفضل. يعني أنا أشوف أن الأخوة اللي ياسين يطلبون سحب المشروع أو سحب المقترح لمزيد من الدراسة هما أساساً كان عندهم في اللجنة التشريعية. فليش يطلبونه بعد يرجعون الحين؟ يمكن خذ لوين من الدور الأول أو من سنة ولا سنة ونص. وفي نفس الوقت معالي الرئيس أنا بارد على الرد اللي مثل ما ترد الحكومة أو الوزارات في بعض الردود في موضوع تخفيف الأعباء والمصروفات. أنت اليوم
إذا خذ الموظف السجل التجاري بتوقف عنه علاوة القضاء. هذا خفف عليك عبء إذا حكومة وخفف عليكم المصروف. في نفس الوقت أن يكشف التستر اللي صاير. إحنا يعني نسمع ونشوف تقارير ديوان الرقابة المالية، يعني واحد يسجل باسم أمه السجل أو باسم خالته أو باسم عمته وهو موظف في الوزارة أو مثلا في أحد الجهات اللي فيها المناقصات، ويخبرهم أنه يحطون أقل مناقصة حتى تنجح فيها. إحنا لما يكون باسم هذا الشخص نعرف ونحط ضوابط أن أي موظف موجود في نفس الوزارة ما يحق له تقديم المناقصة. هذا المقترح بقانون بيعالج معالي الرئيس معالجة اجتماعية. كلنا نعرف إيه الموظف يسحب أمه ويوديها التوثيق، ويسحب زوجته ويوديها التوثيق حتى يسوي له وكالة لسجل هو مطالعة باسمها وهو صاحب السجل. التوفي الأم وهي عليها ديون بسبب السجلات، الزوجة تطلق وهي عليها ديون بسبب السجلات. هذه كلش احنا نسيناها. اني معالي الرئيس صار حين البحريني الموظف في الحكومة بينافس البحريني اللي في القطاع الخاص والأجنبي اللي فلوس ودنيا ويالس ينافس التاجر البحريني منافسة شرسة. أن يعود على كم من موظف يمكن يأخذون سجل ويطلع لهم، والجماعة اللي مقترحين اقتراح بقانون حاطين فيه ضوابط. يعني سعادة النواب ياريت أن احنا نكون يعني أوضح من هذا الموضوع. نعم. وما نتكلم عن أشياء بسيطة ما تخدم المقترح بقانون. شكرا معلم. لدي نقطة نظام أخرى من سعادة النائب الأول عبد النبي سلمان، تفضل. تفضل. شكرا محمد. انا اعتقد ان نقطه النظام لها علاقه بال يعني احنا هنا في القاعه صراحه صار لنا الحين اكثر من ساعه من الصبح الان، ما علي مستعدين نستمر اكثر، لكن يعني الاخوان في مكاتبهم في بيوتهم للعلم، يعني انا حسب علمي اليوم من الامين العام حسب المقترحات اللي عنده فوق المقترحات برغبة الموجوده على جدول الاعمال عندنا 11 مقترح بصفه استعجال، وبالتالي احنا امام خيار، هل نستمر اليوم الحين الساعه 5:30، هل نستمر ولا نخلص اللي على جدول الاعمال وناجله بعدين. انا اعتقد الامر متروك للاخوان، وانا اقترح ان يكون في تصويت اذا يبغون يستمرون. انا اعتقد المساله راح تطول اكثر لان عندنا 11 مقترح بصفه استعجال غير الموجودين على جدول الاعمال. هم عفوا بس للايضاح، هم مجموع المقترحات الموجوده 11 مقترح ما بين ما هو على جدول الاعمال وما يستجد، ولكن ان كنت تريد ان تقول بانك تقترح ترحيل جدول الاعمال، القرار لمجلسكم الموقر في ترحيل بقيه جدول الاعمال الى جلسه قادمه، والقرار لكم، وذلك يتم من خلال تصويتكم على هذا المقترح. تفضلوا. أغلبية موافقة، إذن يتم ترحيل جدول الأعمال الجلسة إلى الجلسة القادمة، ولكن سأأخذ نقطة نظام سعادة النائب محمد السيسي، تفضل. نظرا لأهمية الموضوع الكبرى فأنني أطالب المجلس الموقر بموافقة على طلب إصدار بيان مجلس النواب بخصوص تأييد الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته صباح يوم الاثنين الموافقة 11 يناير 2021 بشأن بحارة الصيادين البحرينيين، والترحيب بدعوة وزارة الخارجية البحرينية لبدء المحادثات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة قطر حيال الموضوعات القضايا الموضوعات المعلقة بين البلدين تفعيلا لما نص عليه بيان العلا، فأرجو من مجلسكم الموقر الموافقة على هذا البيان. نعم. على إصدار هذا البيان. نعم. إذن ابتداء إن كنتم توافقون على إدراج هذا إصدار هذا البيان على جدول الأعمال في بند ما يستجد من الأعمال، تفضلوا. أغلبية موافقة، وإن كنتم توافقون على أن يترك صياغة وإصدار البيان إلى هيئة المكتب.
أغلبية موافقة، فبذلك نرفع الجلسة إلى جلسة قادمة. لكم كل الشكر والتقدير.